مين اكتر برج نعتبره كده في حاله مكتفي بنفسه كده ومش اجتماعي يعني؟ ما عندوش فضول في حاله، مش عايز يعرف اي حاجه في حاله، صح ولا اه ايه؟ في حاله اه ولا يعني مش اجتماعي؟ ما هو في حاله مش في اجتماعي. حاله، لا في حاله يعني مش عايز اعرف. ما تقولوليش، ما مش يهمنيش ان فضولي. انا اعرف. اللي ما عندوش الفضوليه اعتقد العذراء ما عندوش فضول، الجدي ما عندوش فضول، الثور ما عندوش الفضول، بس الموضوع بيبقى سرطان ما عدم عندوش الفضول ده فضول. بيوصل لمرحلة من الإحساس باللامبالاة، ما هو ما عندوش فضول، في ابراج تلاقيها بفضول جامد يعني. مهما كان انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل، هو في ايه، هما بيقولوا ايه، لا الفضول السلبي هما شيرة. قفلوا على أيوة بعض الفضول الاوضه ليه؟ السلبي ده مش عنده الإيجابي. كيوريوسيتي فظيع ان هو يعرف كل حاجه. في ابراج ايه يعني بيقولوا ايه ما يقول، عندهم كده بس يعني. ده تهمنيش ما حاله يدخلش البني بحاله، آدم جواه لامبالاة وبرود، ان هو يبقى لامبالاة يعني. متجاهل ايوه للاحداث. ما الابراج بحسش. اللي هي تحسي ما عندهاش دايما فضول وكيوريوسيتي، دول هم هتلاقيهم الثور، العذراء، السرطان، الجدي. الجدي اولهم، الجدي ما عندوش فضول انه يعرف اي حاجه عن اي حد. ايه يعني هعرف ليه؟ ما تخلينا في حالنا كده ولا يعني، فرق ولا يجري ولا وراها. فرق. السرطان والجدي والثور والعذراء ما عندوش. سرطان جدي، الثور، عذراء.